من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. نسمع كثيرا ونسمع من يتنقصها ويذمها، فما هي السلفية؟ السلفية اتباع السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء السنة في القرون المفضلة، هؤلاء السلف وأتباعهم من مشوا على أثرهم في العلم والعمل والدعوة والجهاد، وهي كلمة حق وكلمة مصطلح شرعي لم ينكرها أهل العلم. ورحم الله الإمام ابن تيمية قال: لا ينكر على من اعتزى إلى السلفية فإن السلفية لا تكون إلا حقا، فهي عند العلماء من الصفات الطيبة المباركة، ولكن لا تطلق إلا على صاحب السنة. أصحاب السنة هم الذين يطلق عليهم سلف، وأما أهل البدع والضلال فليسوا من السلفية في شيء بحسب بدعهم. الجهمي جهمي، والمعتزلي معتزلي، والأشعري أشعري، والإخواني إخواني، والتبليغي تبليغي، والسروري سروري، ونحو ذلك من الفرق الهالكة المذمومة المعاصرة والقديمة. وأما السلف فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأنهم اتبعوا من سلف، الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار والأئمة الأعلام من القرون المفضلة، وهكذا كل عالم مشى على أثر هؤلاء.